افضل لاعب في هذه المباراه كابتن عمر؟ وفي الحقيقه لعيبه كتير من النادي الاهلي كانوا متميزين، يعني مروان عطيه في قلب الملعب تحمل عبء دفاعي خاصه بعد خروج السوليه، عندنا شريف، عندنا كهربا سجلوا، لكن اعتقد محمد هاني كان متميز دفاعيا وهجوميا، هو اللي صنع الهدفين، وبالتالي اعتقد انه يستحق رجل المباراه. نعم كابتن وليد. مليون في المية محمد هاني، واحدة من أحسن مبارياته. الكروس ده بيعمله على طول في كل المباريات، وكل مباراة بيعمل جواها عدد من الكرات العرضية دفاعيا وهجوميا. عجبني جدا الجون الثاني، ان هو لما بيرستاو استلم من بره هو دخل لجوه بشكل ذكي جدا، بص خد جوه وبعدين استناه عشان يستلم، ولما استناه ده مكان مختلف خالص، عمل 1-2. لعيب حريف يعني ما يتقالش عليه باك، واخترق وبيعملها بشكل كويس جدا. في لعيبه كتير كانت كويسه، متولي كان كويس النهارده، مروان كان كويس، في لعيبه كتير كانت مميزه، شريف، لكن محمد هاني بصراحه احسن لاعب في المباراه من وجهه نظري. كابتن شادي. انا من وجهه نظري افضل لاعب في مباراه النادي الاهلي النهارده مروان عطيه، لعده اسباب. اولا بيعمل التدوير 10 على 10، الكرة بتيجي من ناحيه الشمال في الزحمه، بياخد الكوره يمررها لناحيه اليمين وبسرعه، ما عندوش بطء، محافظ على مستواه الفتره اللي فاتت كلها. كمان التكمله العدديه وافساد الهجمه، واللي هو بيقرب ناحيه اللعبه، اللعيب ما بيخافش وكورته حلوه، يقوم جاهز من قبلها. يعني لو نتكلم في الميز باص النهارده قليل جدا، رغم ان هو بيلعب في وسط الملعب، الباص بتاعه دايما مش الباص الصريح اللي جنبك، لا في مخاطره عينه، عنده رؤية 10 على 10. فأنا شايف من وجهة نظري في لعيبة في ثبات في المستوى لمحمد هاني، وثبات المستوى لحسين الشحات رغم اللي عدم وجوده النهارده، ومحمد شريف بيتألق المباراة الثانية على التوالي، كهربا نفس الموضوع. لكن شايف مروان عطية لاعب يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية، يستحق اللي اديله نجم المباراة النهارده للمستويات اللي بيقدمها في المباراة كمان اللي فاتت.